السلام عليكم الاصدقاء والصديقات، مرحبا بكم في هذا الفيديو. راه غادي نقسموا لجوج الاقسام. القسم الاول غادي نخصوا لواحد السيد غني عن التعريف في مجال الولاعه وتربيه الطيور الزينه، والقسم الثاني هو كيفيه مساعده وانت كناري على اطعام الفراخ، يعني بباتي سهل بمواد تتكون عندك انت في البيت ديالك، يعني اصلا كاينه عندك في الدار، يعني هادشي اللي كاين الاخوان. ومرحبا بكم في الفيديو. السلام عليكم، رجعنا لكم. المهم الاخوان والاخوات، اللي بغيت نقول هو واحد النقطه بالنسبه لواحد الاخ اللي قلت لكم غادي نخصص ليه، وراه غني عن التعريف. راه غادي نحط لكم الرابط ديال القناه ديالو، وراه غادي نحط لكم سميتو ديالو هنا. المشكل اللي وقع ليه لهذا الاخ هذا هو ان المياه والغابات دات ليه ازيد من 80 مليون ديال الببغاوات، ازيد من 80 مليون، يعني هذا واحد يعني كم هائل من المال، يعني بزاف ديال الفلوس. والسبب الاخوان، السبب راه غادي تعرفوا علاش، راه هادشي شرحوا هو في سميتو في القناه ديالو. والسبب الرئيسي هو انه هاد الببغاوات قلت المياه والغابات انها غير مرخصه، يعني هادي بحال قلتي مهربه. وهو عنده سميتو ديالو، عنده الباسبور، كل ببغاء عنده الباسبور ديالو، عنده الاي جي ان ديال والديه، وعنده كلشي. هادشي اللي كان الاخوان. والحاجه الثانيه هي اننا خصنا كاملين نتضامنوا، والحل اخويا كريم، الحل باش اننا نتولعوا على خاطرنا وما يكون لنا حتى اضرار، وما نخسروش صويرتنا كما وقع الاخ كريم. يعني راه ماشي الاخ كريم اللي غيوقع ليه هذا الشيء، يعني بزاف ديال المولوعين غيوقع لهم هذا الشيء، حيت حتى طائر الكنار راه مستورد، وطائر الزبره مستورد، والبيروش مستورد، يعني جميع طيور الزينه من غير الحسون والكاماتشو والهازار والسميريس والخضري، هادو اللي ولاد البلاد، يعني هادو ديال البلاد، ولكن كاينين فيهم اللي محميين، يعني المياه والغابات الا لقات عندك الحسون راه بتدي لك، وممكن انك الا لقاتك تتصيد راه غادي تدي لك غرامه ماليه وفيها حتى الحبس. المهم الاخوان اللي غادي نديرو حنا، وغادي نتضامنوا مع الاخ كريم، وغادي نطلبوا من جميع الاصدقاء المولوعين اللي عندهم الشين كبيره، يعني بحال الاخ كريم، ياسر فلوغ، عاشق، ملك الببغاوات، مصعب، الى اخره. يعني الحل هو اننا نشوفوا نديروا شي جمعيه ويكونوا فيها الناس كبار، يعني باش تكون واحد الجمعيه ويكون بها صله وصل بين الدوله، بين المياه والغابات. هذا الشيء اللي كاين الاخوان، وهذا الشيء باش غادي نتفاداو اننا يديروا لنا الطويرات هكاك، انك تكبر طير من صغرو بكل شيء وتجي المياه والغابات تجي لك، راه حشومه. ولكن القانون فوق الجميع، حنا مع القانون، والقانون اللي بغينا حنا هو ان الطيور تكونوا محميين وحنا نكونوا محميين، ولا نخليو هذا الشيء صافي، نبدلو الولاء. حيت الا ما هضرتش انا وما هضرش واحد اخر وما هضرش واحد اخر، يعني غادي يحيدو لينا حتى الكنار ويحيدو لينا بزاف الحوايج. هادشي اللي كان الاخوان، وكل التضامن مع الاخ كريم. تحياتي للاخوان، ديما الابتسامه. الله يحفظكم الاخوان. وهادشي اللي بان ليا انا بلان زوين، واللي بان لي هذا البلان اللي قلت لكم راه مزيان يقولها لي في الكومونتير الاخوان، يعني جميع الاخوان المولوعين يقولوا لي الراي ديالهم في هذه القضيه، اننا نديروا جمعيه تكون تتحمينا يعني تكون صله وصل بين الدوله، بين المياه والغابات، باش ان الطيور ديالنا يكونوا محميين وحنا نكونوا محميين.
هذا الشيء اللي كان الاخوان. وحتى حنا بالدور ديالنا راه غادي نساهموا في الطبيعه، يعني غادي المياه والغابات نديروا فيهم، نديروا معاهم يد في يد، يعني اي واحد المهم نديروا معاهم يد في يد، نتعاونوا على حمايه الطيور التي مهدده بالانقراض، ونساهموا حنا اننا يتواجد الكنار في الطبيعه. غادي كاين واحد الفيديو ان شاء الله، الى تيسرات راه غادي ندير واحد الفيديو على طريقه اننا انتاج الكنار في الطبيعه باش يولي عندنا الكنار في الطبيعه. راه غادي وكاين واحد الاخ حتى هو راه داير التجربه هذه ونجحات، ودار التجربه الثانيه هذه كنت باغي نديرها وسبقني لها ماشي مشكل. هو داير سي رشيد داير الكبيده، هو انه انتج الكنار في الطبيعه، دار البيض ولا مهارات الفراخ لواحد الطير فعشو ويكبرهم. هذا الشيء اللي كان الاخوان، وتحياتي لكم، وتنتمنى انكم تضامنوا مع الاخ كريم. وهذا الشيء اللي كاين، والاخ كريم يسمح لي راه طلت على هذا الفيديو، راه سجلته شحال هذه ولكن ما طحتش لي الفرصه انني نديرو حيت نظرا لبعض الاسباب. هذا الشيء اللي كان الاخوان، والله يسر الجميع، وان شاء الله اخويا كريم راه بيرجع عليك رزقك ان شاء الله باذن الله. تحياتي الاخوان. الان غادي نمروا الموضوع ديالنا، هو تقديم الباتي لمساعده الانثى الكناري على ادعام الفرقه. اصدقاء عائله سفيت الحداد، عائله محبي الطيور يوسف، نسيت واش بدلت السميه. المهم دابا بينا نقدو واحد الباتي للطيور اللي مفرخين، عندهم فراخ، غادي شويه النيجر بيريلا، ميلونج ديال الكناري، الزوان بلاش ما ديروش الزوان، انا ما تنصحش بالزوان في الباطي، انا ما تنديروش، ماشي ما تنصح به ولكن انا ما تنديروش، انا شخصيا ما تنديروش. غادي نطحنوا هذا الخير، هذا درت هذا المقدار هذا حيت انا عندي عين واحده اللي مبيضه لحد الان، هادشي اللي كاين. من بعد نطحنوا هاني معكم، من بعد ما طحناه دابا غادي نزيد ليه هذاك صفر البيض، الصفر ديال البيض. قبل ما نزيدو عليه البيض تنزيدو عليه الباتي افانتيان بودره، وان راه تنزيدو ليه تنخلطو مع الصفر ديال البيض وتنطحنوه مزيان حتى تيتخلط مزيان، وتحطو في القفز باش تطعم به نتوما، تعاونها في الطعام، يعني هادشي راه تيعاونها باش انها تطعم الفراخ يكبرو دغيا بلا جد خلطهم مزيان. واني معاك هو من بعد ما خلطت مع البيض الصفر ديال البيض، انا ما طحنتش الصفر ديال البيض مزيان حيت نتوا عندي ما مولفاش الباتي، يعني اللي كانت عنده راه ما كانش تاتي الباتي، وانا عطيتها الباتي. هذه تخليطها ماشي بسيطه، يعني بمواد راه تكون عندك ومنها تساعد تتكمل تكمل بهم الطعام ديال الفراخ، وتتنسى شي حاجه سميتها الباتي تكمل بها انت الطعام ديالهم، يعني هذه تتسهل عليها الخدمه، ما تحتاجش باقي تخزن داكشي في الحويصله ديالها حتى يخمر. دابا تاكل هذا الخير هذا وتتشرب عليه شي الماء وتتمشي تعطي الفريخات، والله يسر الجميع. وهادشي اللي كاين، وسمحوا لينا الى نسينا شي حاجه. المهم انا هادشي باش تنخدم، وكل واحد على حسب باش تيخدم، يعني من الاحسن ان الانسان يشوف البروغرام ديالو هو. ان شاء الله راه غادي ندير باتي اخر ديال البروكلي والخاص وشي حاجه اخرى. هادشي اللي كاين الاخوان، والله يسر. تحياتي لكم الاخوان والاخوات الاصدقاء المولعين.